هذا المكان وكنت أسمع أنه في قبر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجانا الشيخ الله يسعده حاب يوضح لنا حاجة ويوضح للمتابعين. أقول لا يوجد قبر في البقيع يعلم على وجه التعيين للصحابة رضي الله عنهم، ولذلك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة يقول لا يعلم قبر على وجه التعيين للصحابة. الإمام مالك رحمه الله دفن توفي 179 ودفن في البقيع، لكن عندنا يقين أنه دفن أكثر من 10,000 صحابي في البقيع، منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، عثمان بن مضعون، كلهم دفنوا في البقيع، لكن لا يعلم قبر على وجه التعيين أنه لفلان من الصحابة، إن سواء هذا ولا غيره، سواء هذا أو غيره. الله يجزاه، الله يجزاه. ولذلك المقصود الشرعي من الزيارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيت. فالمقصد الشرعي من زيارة القبور كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة، فإذا وصل الإنسان للقبور يتذكر أنه في يوم من الأيام سيكون مكان هذا القبر فيحسن العمل، وأعظم ما أمر الله به توحيده، ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه معنى يعبدون أي يوحدوا بالتوحيد، ولذلك الإنسان يجدد العهد مع الله في كل ركعة، يقف أمام الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة يجدد العهد. ومن المخالفات التي تحصل في القبور سؤال الميت، أيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيه، فإذا وصل إنسان يزور وتذكر الآخرة ويحسن العمل ويدعو الله لهم بالمغفرة.